سياسة وزارة التربية الوطنية في مجال التكوين المستمر للنواب المحترمين سعاد الكرفس، نور الدين الأزرق، عبد السلام أخو ماش، فاطمة أبو إحسان من فريق التجمع الوطني الأحرار. فليتفضل أحد النواب. تفضل السيدة النائبة. السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب المحترمين، السيد الوزير، لقد أكد الميثاق الوطني للتربية والتكوين على أن تجديد المدرسة رهين بجودة عمل المدرسين، وجودة عمل المدرسين تحدده شروط متعددة من بينها شرط التكوين المستمر. وقد وعدت وزارتكم السيد الوزير مبكراً بالأهمية الحيوية لعملية التكوين المستمر في النهوض المهني والمعرفي والبيداغوجي للأطر الإدارية والتربوية العاملة في قطاع التربية الوطنية. لذا نسائلكم السيد الوزير عن سياستكم وخطتكم في مجال التكوين المستمر للموارد البشرية العاملة بالوزارة والتابعة لها، وعن الدروس المستخلصة من التجربة الطويلة لوزارتكم في هذا المجال، وعن التدابير المتخذة لتجاوز الصعوبات والنقائص التي أفرزتها هذه التجربة. وشكرا. شكرا السيد الوزير، تفضل. السيد الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة النواب، أشكر السيدة النائبة على طرح هذا السؤال المفيد جدا، وأنا أؤكد بكيفية واضحة أن الوزارة منذ السنة الماضية قد وضعت خطة متكاملة في مجال التكوين المستمر من خلال وضع اختيار نعتبره استراتيجي، والذي يجعل من التكوين المستمر حقا للجميع. وبدون شك كما أشارت السيدة النائبة، ليس هناك جودة بدون التكوين المستمر. لذلك السيد الرئيس، في إطار هذه الخطة الجديدة نعمل في مجال التطبيق على اعتماد البعد الجهوي وكذلك البعد الإقليمي والبعد المحلي. وقد خصص مشروع ميزانية 2006 اعتمادا استثنائيا مقارنة مع الاعتمادات بالنسبة للسنوات السابقة، غلاف مالي يقدر ب 82 مليون و 500 ألف درهم، مقابل فقط 11 مليون درهم بالنسبة للسنة الماضية. ونطمح من أن يتم التكوين المستمر لما يناهز 180 ألف موظف أو عامل بقطاع التربية والتكوين. وشكرا لكم السيد الرئيس. شكرا. هل هناك تعقيب؟ نشكر السيد الوزير على جوابه القيم. ونحن نعرف أن الوزارة لها برامج للتكوين المستمر، إلا أننا نلح أن تكون برامج التكوين المستمر مستمرة ومتجددة، لأن العالم من حولنا لا يتوقف، والمستجدات في قطاع بالغ الأهمية كقطاع التعليم ينبغي أن تستوعبه وبسرعة برامج الوزارة في التكوين المستمر حتى لا نتأخر عن الركب. وشكراً.